مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نستضيف الاستاذ بندر بن عبد العزيز الضبعان، وهو كاتب اقتصادي بجريدة الاقتصادية وايضا مستشار في الموارد البشرية. مرحبا فيك استاذ بندر. اهلا استاذ راشد، مساء الخير. انت الحين متخصص في الموارد البشرية، التوظيف والاعمال، طبعا هذا يعتبر الموضوع ممكن أكثر مواضيع جدلية عندنا، اللي هي مسألة البطالة والتوظيف ووزارة العمل بكل تفاصيلها. أول شيء ودي تعطيني قراءة عن سوق العمل في المملكة، أنت كيف تشوف أول شيء؟ نعم، الحقيقة النظر لسوق العمل بشكل عام في الوقت الحالي يعني يبعث بمؤشرات إيجابية الحقيقة، لأنه هناك في فترة من الفترات كنا نعاني من اختلالات في سوق العمل. هذه الاختلالات أسبابها كثيرة، منها الاعتماد بشكل كبير على الاقتصاد الخفي، وجود خلايا في هذا السوق تعمل تحت غطاء التستر التجاري. أيضاً شو مقصود بالاقتصاد الخفي عشان بس يعرف المشاهد إيش معناه؟ الاقتصاد الخفي هو الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد الذي يتمثل في منشآت تعمل تحت التستر، منشآت تعمل تحت بطريقة غير نظامية. الأموال ممكن تروح عن طريق البنوك ولا بدون البنوك؟ ممكن عن طريق البنوك، وممكن عن طريق، والأغلب أنها عن غير يعني طريق البنوك. تمام. فهذا الاقتصاد الخفي لفترة طويلة كان ينهش في الاقتصاد الوطني السعودي، مما يسبب أيضا ضياع وهدر للفرص المتاحة أمام المواطنين السعوديين، الشباب، الفتيات. منذ 5 سنوات بدأنا نعالج اختلالات سوق العمل، وبدأنا نركز على محاربة هذا الاقتصاد الخفي، لدرجة أننا فعلا لفترة من الفترات لم نكن ننتبه إلى وجود هالمشاكل. هذه المشاكل رأيناها قبل أشهر عندما اكتشفنا أن هناك أعداد مهولة من العمالة المتخلفة والمخالفة التي كانت تسكن وتقطن في بلدنا، وكانت عالة على الخدمات العامة وعلى أيضا على البلد. كل هذه عندما تأخذها في يعني الآن، بس بفهم بندر، الآن هي الاقتصاد الخافي اللي هي تستر وغش وممارسات الغير ممكن نظامية. نعم. المسار الثاني انهم هذول سيطروا على سوق العمل بما لا يتيح فرصه لابن البلد. بالضبط بهالمسارين يعني. نعم. أوكي. نعم. وبالتالي يعني انت لما تنظر للفرص المتاحه امام الشباب السعودي لا تجد فرص حقيقيه، لاسباب كثيره، منها ايضا اهمال الجهات الحكوميه اللي ذات العلاقه. عندما في فتره من الفترات كانت وزاره التجاره والصناعه في بمعزل عن ما يدور عن السوق، وزارة العمل كذلك. عندما شهدنا هذا في الأعمال الحرة، صح؟ في الأعمال الحرة، وأيضا في نتكلم عن القطاع الخاص بشكل عام. يعني عندما يصل الحال أنه نجد منشآت كبيرة لا تعرض على الشاب السعودي وهو مؤهل إلا وظيفة معقب أو حارس أمن وصناع القرار وكل من يدير المنشأة من جنسيات أخرى، هنا عندنا مشكلة. يعني في محاربة؟ ليست محاربة، ولكن أود أن أقول أنه ممارسة للأنشطة استغلت التهاون أو التساهل اللي موجود في عندنا في البلد. قد يكون هذا التساهل غير مقصود، منه يعني أنه عدم وجود رقابة حقيقية على سوق العمل. الآن وجدنا مؤشرات وبوادر الحمد لله يعني لهذه الرقابة على سوق العمل. طبعا لا نتوقع أنه كل هذه السنوات التي كانت نتيجة لإهمال الجهات الرقابية أنه نعالج اختلالات سوق العمل بين ليلة وضحاها. لابد أنه نحتاج إلى حملات فعلا مكثفة من الداخلية، من وزارة العمل، من الجهات الأخرى، من أيضا وزارة التجارة. عندما نعالج اختلالات سوق العمل، تمام، هذا على الصعيد الرقابي وعلى الصعيد الحكومي، سنسهم أيضا بمعالجة الاختلالات الأخرى التي تكون نتيجة لمنظومتنا التعليمية، نتيجة لثقافتنا، نتيجة لعادات وتقاليد المجتمع. يعني سوق العمل متشابك عندنا من عدة عوامل. طيب خلينا نفصل شوي.
الآن سوق العمل احنا نقسمه قسمين في تصوره، صحح لي، اللي هو شيء العمل الحرة، نعم، لممارسة التجارة الحرة في القطاع الخاص، اوكي، وفي عمليات من يعمل بالقطاع الخاص كموظف، نعم، هذا اتجاهين هنا وهنا، نعم، جزء يدخل في وزارة التجارة وجزء يدخل في وزارة العمل، صحيح، ممكن وزارة العمل تدخل في كلها طبعا، نعم. طيب ثقافة العمل للمواطن الآن، يعني نجد انه الآن مثلا الأجنبي حين يأتي إلى البلد غالبا تجده ممكن يشتري التأشيرة، صحيح، 10 و20 ألف يتداول بالسوق، ويجد يأتي بدون رأس مال حتى في غالب في كثير من حالات، بدون مؤهلات أو مؤهلات تعليمية، مع ذلك يصر ويعمل وينجح، ويمكن خلينا نقول مثلا لو كان غير مشروع، بس هناك من نجح بطريقة خلينا نقول مشروعة. ليش ما ينجح المواطن رغم أنه يمكن تعليم يأخذ أفضل، مقيم في بلده، عند أسرته، عند كل شيء، وفي صناديق تمول وإلى آخره، هذا لا يجد شيء وينجح، وهذا يجد كل شيء ولا ينجح، صح كذا ولا في غلط؟ لا صحيح، أنا أتفق معك. أولا لابد أنه نعترف، وبداية لتصحيح المشكلات هو الاعتراف بالمشكلة، لأنه عدم اعترافنا بالمشكلة لن يعالج الحل، إذا الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل. يجب أن نعترف أنه ورثنا ثقافة اتكالية عند كثير من الشباب، الكثير من الشباب اتكالي إلى درجة أنه يريد من الحكومة أن تفعل كل شيء له، درسه، تعلمه، دربه، تشغله، تمام، وتزوجه، ما بقي إلا ظهر تجيب عيال بالنيابة يعني عنه. مو معقول هذا، يجب أنه يعني ننبذ ثقافة الاتكالية عن هؤلاء يعني من عقولنا، لكي نستطيع أن ننافس في سوق العمل. على فرضية كلامك هذا، طبعا أنا أسأل لا أبدي رأي، المسؤولية على من هنا؟ من اللي خلاه بهالشكل؟ أنا أعتقد طبعا لما نتكلم عن ثقافة، أوكي، عناصرها يعني غالبا نقدر نقول 3 أطراف، أوكي، طرفين يعني رئيسيين هما البيت، التربية والمدرسة، الطرف الثالث أيضا الإعلام، لكن الإعلام يعني في هذه المسألة استطاع أن يحل كثير من الإشكاليات. إذا مشكلتنا أي وين تكمن؟ تكمن في التربية، تمام، كثير من الأسر تربي أبنائها على الاعتماد. أنا الحقيقة أحيي كثير من الثقافات المحلية الموجودة في مناطقنا في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال ثقافة العمل في القصيم تختلف عن ثقافة العمل في أي منطقة أخرى، أوكي، هناك أيضا مناطق في المملكة تحتفي بثقافة العمل، ثقافة العمل مثل الأحساء، الأحساء في جيزان، هذه ثقافات محلية ضمن الثقافة السعودية العامة تحتفي بالعمل، تربي الابن منذ الصغر على أهمية العمل وأنه فعلا يبحث عن عمل. الآن مهرجان التمور بدأ في بريدة، بتشوف ويمكن شفنا صغار في السن يعملون مع يعني أهلهم، مع أخوانهم، هنا أنت تربي الابن على ثقافة العمل. أنا أحيي هذا النموذج الحقيقة، وأي نموذج أيضا موجود في المملكة، لكن المشكلة عندما أنت تترك ابنك وتزرع فيه أنه لا تسوي أي شيء لأنه كل حاجة حتجيك باكج كامل من الحكومة، هنا المؤخلل، فيتربى هذا الابن أنه والله خلاص المرحلة ليش أتعب نفسي أدرس وأتدرب وأبحث عن فرص عمل وأبحث عن فرص تدريب. قلة من الشباب السعودي الآن اللي فعلا يعني تجده عصامي، بس ترى أنا أعتقد في تغيير، في قاعد يتغير للأحسن، في أنا ما أنا يعني ما أنكر الشهادة، دليل الصناديق اللي للبنك التسليم، بنك التسليم مثلا اللي تمنح رواد الأعمال آخرة، نعم، خلهم يعطون 1000 واحد، خلنا نقول لو ينجح 500 يعتبر شيء طيب، يعني لن ينجح الجميع لكن على الأقل في حراك قاعد يصير، في تغيير ولا لا؟ في تغيير، لكن يعني أثر التغيير هذا محدود، مو هو بالمستوى المأمول. يعني أنا كنت في فترة من الفترات كنت أتحدث مع أحد المسؤولين عن أحد الصناديق التي تمنح قروض للشباب السعودي، تنصدم من نوعية الحالات اللي يتعرضون لها. على سبيل المثال أنك أنت تمول شخص يفترض أنه يكون رائد من رواد الأعمال، تموله عشان يفتح بقالة، هالشخص هذا يعني ياخذ كل اللي موجود في البقالة ويقفل المحل ويمشي، طيب انت يسرقها ويروح،
يسرقها. يسرق يعني انت تقترض علشان تفتح بقاله ايه؟ بتمويل حكومي طيب حيخسر وهو ملزم بالسداد. هذه المشكله، يعني كيف تفهم هالشخص هذا على سبيل المثال انه انت قاعد تخدع نفسك انت، يعني انت تاخذ هو اخطا ما عرف يختار الشخص الصح اللي يموله. بس معظمهم يعني واحد بياخذ فلوس كذا سهل قرض مو قايل لا، خلينا نقولها بالطريقة. لكن هل الصندوق تأكد جديته الصندوق؟ أنا واثق أن الصندوق يعني استوفى الشروط المطلوبة، وخاصة أن بعضهم من أسر يعني من ذوي الدخل المحدود. في النهاية أنت تجي ويعني هذا نموذج من النماذج اللي إحنا نتعرض لها، بس ضئيلة هذه ما أعتقد أن تصير كثير، بس مرت بشكل يعني متكرر. هذا مثال بسيط يوضح لك عدم الالمام ثقافة العمل. ثقافة العمل أيضا لم تزرع في مدارسنا. ثقافة العمل لم تزرع في مدارسنا. يعني وش يسوي المدارس يعني منهج يعني؟ مو منهج يعني أنا يعني؟ أنا أنا أتمنى مناهجنا أو مدارس المدرسة شو تسوي؟ تعلم ولا تشغل هي؟ لا مو تشغل، أنا ما أطلب من المدارس تشغل، لكن أنا أطلب من المدارس أنها تكون نموذج نموذج من لو يكون فيها يعني حصص معينة على نمط كيدزينيا اللي موجودة، كيف أنها تربي الأطفال منذ الصغر على المهن، أن كيف تكون مذيع، كيف تكون والله بائع، كيف تكون والله مثلا طبيب أسنان. هذه أنت من الصغر قصص النجاح وإلى آخره. هنا أفضل بكثير من ملء عقول الطلاب والتلاميذ بمواد كلها حشو تنسى في نهاية ليس السنة، في نهاية الفصل الأول أو في نهاية الفصل الثاني. إحنا تعليمنا للأسف هنا في تغيير حاصل ولا لا في التعليم الآن ولا زي ما هو الآن؟ وتيرة التغيير عندنا تشبه خطوات السلحفاة فبطيئة، مع أن التعليم الآن يعني بوجود التقنية، بوجود الكثير من الموارد التي لم تكن متاحة في السابق، كان بالإمكان أن نسرع الخطى، لكن لازلنا نمر بنفس خطوات البطيئة. طيب بندر، أنت مؤمن بوجود بطالة في المملكة؟ طبعا طلعوا النسب في بطالة، لكن هل أنت كمتخصص تشوف أنه في بطالة حقيقية ولا هي بطالة هيكلية؟ أنا أعتقد أنها ليست بطالة حقيقية بالمعنى اللي موجود في مثلا في البلدان الغربية. أنه أنت ما وجدت، طيب عرف أنه وش البطالة في البلدان الغربية وعرف أنه البطالة طيب اللي هنا في البلدان الغربية. مثلا العاطل عن العمل يبحث عن عمل في كل مكان، في أي قطاع، في أي جهة، ما يتشرط نهائيا. تمام، ويقبل بأي وظيفة، لا من نوع الوظيفة ولا مكانها، لا من نوعها ولا مكانها ولا حتى من المدينة، يعني حتى لو اضطر انه يسافر بالحد اللي يتماشى معه، يعني ما ينزل عن الحد الأدنى اللي يتماشى مع مؤهلاته او مع خبرته. احنا عندنا انا اسميها بطالة الانتظار. بطالة انتظار بمعنى اني انا انتظر وظيفة حكومية قد لا تأتي وقد لا تأتي. وهنا مشكلة، أنا لا أستطيع أن أحمل الحكومة خلق وظائف أكثر من اللازم. إحنا والمعروف عالميا، أنت طبعا متخصص في المجال، أنه مصدر توليد الوظائف هو القطاع الخاص. بالضبط، الحكومة لها كباسيتي معين، انتهى لها كباسيتي. والآن أعتقد أن الحكومة وصلت للسعة والكباسيتي أكثر من اللازم، لدرجة أنه إحنا نشوف يعني فيها بطالة مقنعة. يعني أنت المدرسين ومدرسات قطاع الحكومة خلاص مليان، من وين يضفون؟ وهذه هنا النقطة، البعض لا يستوعب ويعتقد أن الحكومة يعني توفر ولا تريد أن تخلق الوضع. نبغى التعريف بس هنا كمقارنة. طيب فإذا قلنا أنها عندنا هي بطالة انتظار. بطالة انتظار بمعنى أنه أنت تتاح لك فرص حتى في القطاع الخاص، تمام، لكنك أنت لا تريد الحصول على هذه الفرصة أو ترفضها. تمام، رغم أنها تتماشى مع يعني خبرتك، ممكن أو حتى بدون ما يكون عندك خبرة، مع مؤهلاتك. فهذه نقطة. النقطة الثانية ثقافة، يعني مبدأ خلينا نقول أنه أبحث عن شيء معين في ذهني. تمام، أنت ابدأ صغير لكي تنمو مع الوقت وتستطيع أن تفرض شروطك. لا يمكنك أن تفرض شروطك وأنت عاطل عن العمل، لا يمكنك أن تفرض شروطك وأنت تبحث عن فرصة عمل. لابد أنك تكتسب في البداية، ستكون البداية صعبة هذا لا شك، مع الممارسة. والآن لو اتجهنا بأنظارنا يمينا أو يسارا سنجد أن النماذج الناجحة عندنا في القطاع الخاص بدأوا صغارا ثم كبروا مع الوقت،
كبروا وظيفيا وكبروا أيضا برؤوس أموالهم، إذا كنا نتحدث عن رواد أعمال. البعض لا يريد أن يبدأ إطلاقا، يريد أن يبدأ من الدور العاشر. أنت أبدأ من الدور الأول ثم هكذا تصعد، لكنك تبدأ أو تفرض شروطك. لا يمكن لأي صاحب عمل أن يقبل شروط شخص ليس لديه خبرة وربما عنده الحد الأدنى من المؤهل. فإذا احنا عندنا البطالة، هذه بطالة انتظار. من يريد، من هي الجهة او القطاع اللي ممكن يوفر او يبحثون فرص عمل فيه؟ هو القطاع الحكومي، لان القطاع الحكومي متطلباته في الوظيفة الحد الأدنى، لا يريد يعني إنتاجية. ليس القطاع الحكومي هو نفسه، لكن الثقافة للأسف اللي موجودة في القطاع الحكومي لا تشجعك على العمل، لا تشجعك على الإبداع، لا تشجعك على الإنتاجية. فبالتالي كثير من الشباب يعني بينه وبين نفسه يقول ليش تعب نفسي في القطاع الخاص، خلي أبحث عن وظيفة ساعة ثنتين أنا طالع تمام، بدون هتك، بدون إزعاج، بدون وجع راس. طيب أنا بسألك على مسألة كيف نرغب الناس اللي يبحثون عن العمل أو يقتنعون أن الوظيفة في القطاع الخاص هي أكثر جدوى ماليا، وحتى خلينا نقول يمكن كترقيات وفائدة مالية أكثر من النظام الحكومي. الحكومي مثلا بمراتب معينة وعلاوات، نظام ثابت معروف، لكن قد تكون في القطاع الخاص تتميز في بنك ولا مدري وين، صحيح، ممكن تضاعف راتبك بسنة بست صحيح. شهور إلى آخره. صحيح. سؤالي بس بعد الفاصل. سلام. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مشاهدي الكرام، من جديد نستكمل حوار مع الأستاذ بندر الضبعان، وهو متخصص في الموارد البشرية وكاتب بصحيفة الاقتصادية. تكلمنا قبل الفاصل على موضوع أنه القطاع الخاص حيكون أكثر جاذبية، أو كيف ننمي أنه القطاع أكثر جاذبية من حيث العائد المادي كرواتب وإلى آخره. يعني القطاع الخاص ممكن يعطي رواتب 100,000 200,000 إلى آخره، من غير البونص، من غير مكافآت، ممكن متوسط بعض الوظائف يصل إلى 10 و12 و15 ألف. صحيح. كيف نغير اتجاه الناس والشباب من الجنسين من هنا إلى هذا الاتجاه؟ أعتقد لا زالوا يصرون زي ما تفضلت، لا زالوا يصرون على الوظيفة الحكومية، يأخذ القطاع الخاص محطة. صحيح. لين يجد الوظيفة الحكومية ثم ينتقل لها. أنا أعتقد أنه بدأنا نلحظ بوادر لهذا التغير. سنويا نلحظ أنه الجامعات السعودية بدأت تقيم معارض للتوظيف، وهذه المعارض التي تقام بالشراكة مع هذه الجامعات والقطاع الخاص وأحيانا برعايتها. فهناك جذب كبير من القطاع الخاص لخريجي الجامعات السعودية. في السابق لم نكن نشهد إلا في جامعة أو جامعتين، يمكن كانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي كانت الجامعة الوحيدة اللي كانت تقيم معرض للتوظيف، وكان الجميع يتهافت على طلابها لأنهم مقتنعين أنه خريجي هذه الجامعة متميزين، وبالتالي سيكون أيضا هذا مؤشر لتميزهم الوظيفي. مثل هذه الشراكات التي تعقد بين الجامعات السعودية والشركات أو القطاع الخاص بشكل عام، يمكن أنه فعلا يغير ثقافة العمل وتوجه الشباب السعودي نحو القطاع الخاص. بالإضافة إلى نقطة أخرى، أنه الآن كثير من الجامعة السعودية بدأت تغير مناهجها إلى اللغة الإنجليزية، وخاصة في تخصصات الإدارة والاقتصاد والبزنس يعني بشكل عام. وهذا شيء إيجابي، لأنه فعلا يسهم بخلق وظائف في القطاع الخاص لهؤلاء. في السابق يتخرج خريج إدارة، أوكي، وأغلبهم إدارة عامة، فيتورط وين يروح، القطاع الحكومي ما يوظف وهو والقطاع الخاص ما يبيه، فيكون يعني ضائع بين الجهات. طيب بندر، ليش نجد الاختلاف في البطالة بين النساء في المملكة تفوق 30%، وفي الشباب نجدهم 6% 6.5 أو أقل أو أكثر قليل؟ الجاب الكبير هذا جدا، إيش يعني هذا؟ ضعف فرص وكثرة فرص في اتجاه؟ لا، أنا أعتقد أنه ثقافة البلد تحصر الفرص المتاحة أمام المرأة في مجالات معينة. أنا كان بودي الحقيقة أنه نخلق فرص عمل للمرأة في كل مجالات البيع بالتجزئة، ليس فقط في المحلات المتعلقة بالنساء والمستلزمات النسائية. لا، لماذا لا تكون البائعة
اوكي ضمن ضوابط معينه، اوكي لكي يرتاح البعض، تمام. تكون تعمل فيها، ممكن تعمل بالفتره النهاريه في مجال البيع، يتوفر لها وسائل نقل. عندما نرى المرأة تعمل في البيع بالتجزئة، خاصة في محلات يعني ليست بتلك الصعوبة أنه يمكن أن تسهم فيها، مثلا محلات الحلويات، المطاعم، الألعاب، المحلات اللي لها علاقة بالأطفال، كثير من الأنشطة التجارية يمكن أن للمرأة أن تعمل فيها. فعندما نكثف، عندما أنا مع وضد في نفس الوقت مسألة تأنيث الوظائف، بمعنى أنه كأننا يعني نربط المرأة بالنسبة فيما يتعلق بالبيع يعني في قطاع التجزئة بوظائف لها هي علاقة بها. بالإمكان أيضا أن نفتح المجال ونعطي المرأة السعودية فرص عمل في البيع بالتجزئة. قد يقول البعض لا ويعارضها، هذا شأنك الداخلي، لكن لا تمنع الآخرين أو الأخريات من أنهم يقدمن على هذه الفرص، لأن في ناس محتاجين، تمام. ربما أنت يعني ميلك الشخصي يرفض هالشيء هذا، لكن البعض محتاج ويبحث عن فرصة عمل شريفة، بالتالي لا تقف عائقا أمامه أمام الحصول على رزق. إذن أنا أعتقد أنه نحتاج أيضا مبادرات خلاقة من وزارة العمل لتوسيع فرص العمل المتاحة أمام المرأة لتشمل جميع البيع، جميع فرص العمل اللي موجودة بقطاع التجزئة بشكل عام. طيب ليش احنا مجتمع نلاحظ انه يرفض التغيير؟ يعني نتكلم عن موضوع إدارة التغيير. نعم. زين؟ يعني لما غيرنا الإجازة من جمعة إلى سبت حصل تغيير وإلى آخره وأخذوا رد في الإعلام، والآن الأمور عادية ما حصل شيء، بالعكس كسبنا يوم مع العالم التجارية إلى آخره وغيرها. يعني احنا كيف نستطيع نقول انه ترى كل تغيير يعني إيجابية ولا يعني سلبية؟ كيف نغير هالمفهوم؟ اولا انا اعتقد انه احنا نعاني من حاله اسمها فوبيا التغيير، تمام، او رهاب التغيير. ليه؟ لانه احنا عندنا مبالغه بالتمسك بالخصوصيه، زي لما جت موضوع الكاشيرات والان عادي بكل موجود صار شيء. يعني نفس المراه اللي انت وضعتها على الكاشير هي نفس المراه اللي تعمل في كاونتر الاستقبال في مستوصف او مستشفى، يعني ما الفرق بينهما؟ من يعرف؟ يعني البعض يعني عمل يعني ضجة وعمل حملة على بلا مبرر، يعني بلا مبرر. يعني ما أنت هنا تعمل وفق ضوابط وهنا تعمل وفق ضوابط، يعني هل أماكن مفتوحة ومعروفة لما هي أماكن مغلقة؟ هل المرأة اللي تعمل في الكاشير هي يعني تعمل في غابة من الوحوش حولها؟ ما تعمل، هي تعمل ضمن ضوابط، ويعني هذه الضوابط تراقبها. يعني الحمد لله مو لهالدرجه، يعني سيء، في امان، في ارتياح، في نظام، في قانون، في كل شيء يحمي ويحميها ويحمي غيرها. نرجع للتغيير، ليش نرفض؟ احنا ليش عندنا الرهاب من التغيير؟ رهاب تغيير، يعني زي ما ذكرت انه احنا عندنا مبالغه في التمسك بهذه الخصوصيه، نتصور انه هذه الخصوصيه هي هويتنا. الهويه غير والخصوصيه غير، تمام. بدليل ان احنا عندما نسافر وعندما يعني نخرج الى العالم يعني برا، تشوف الامور اللي نثير امامها جدل، يعني حتى ما اتكلم عن دول غربيه، حتى حولنا من الجيران، امر اعتيادي. يعني امر اعتيادي انك انت ترى امراه في كاونتر الجوازات في المطار ليست مشكله، فاحنا هنا عاملين ضجه. الحين بجده وضعوا السيدات السعوديات في الجوازات ان شاء الله، واتمنى ايضا التجربه يعني تستمر. يعني احنا يجب انه دائما نرى اين النور في هذا التغيير. كيف نفصل حاجز الرهاب هذا؟ يعني زينا انا اعتقد شيء كذا لاصق نبغى ننزع كذا، انه يصير تغيير يعني ايجابيه لا يعني سلبيه. انا اعتقد يجب ان ايضا من متخذي القرار في القطاع الحكومي يشركوا المواطنين في صنع القرار أو في طرح الخطط أو السياسات، بحيث يكون هذا المواطن شريك في عملية إحداث التغيير. إذا فرض التغيير من الأعلى إلى الأسفل ربما تكون ردة الفعل قاسية، تمام، لكن إذا أشركت هؤلاء وفتحت قناة تواصل بينك وبينهم وكنت أكثر شفافية، ربما هذا يسهم في الحد من هذا من هذه الحالة، لحالة فوبيا التغيير، وبالتالي يطمن
المواطن والمواطنة إلى أن هناك فعلا مكاسب وإيجابيات من هذا التغيير. ليس كل هذا، ليس أي تغيير سيء، التغيير سيكون لصالح هذا الوطن، لصالح هذا المواطن، وبالتالي نحن سنكون شركاء في إحداث التغيير بدلا من أن نكون مقاومين لوجود هذا التغيير. أنا ما اقتنعت كثير في كلامك على موضوع أن التغيير يكون بهذا الحل، لأن يعني مثلا في التعليم هل المفروض يشيل له دور؟ أعطني طيب مثال. الإعلام المفروض له دور. مثلا الآن لما نقول موظفة، خلينا نقول السعودية تعمل مثلا في وظائف أكثر، يعني خلينا نقول أكثر توسعا من اللي قاعد يصير الآن، بمعنى مثلا نقدر نقول والله بكرة نلقى السعودية مثلا تعمل في شركة في استقبال مثلا في معرض سيارات، لنفترض معرض سيارات، يعني هذه في سيدات يملكون سيارات مثلا، فنادق موجودة سعوديات لكن يصير في باك أوفيس وإلى آخره، ونرجع نقول وفق ضوابط وإلى آخره، لكن كيف ننمي الثقافة حتى الشباب الصغار تجده يرفض، حتى عمره 12 و14 و15 يرفض ما التغيير أو يرفض، يعني تجد عنده رهاب، يعني عنده رفض، هو كأنه شيء يتوارثه. صحيح. أوكي، هنا كيف نغير؟ ما نبغى نغير احنا 180 درجة، خلينا نقول نغير يعني تدريجيا خمس درجات. طيب، وثم خمس درجات ثم خمس درجات، لا يعني ان احنا في موقع الخطأ، لكن يعني احنا نحاول نغير للأفضل. هنا المحور، تغيير للأفضل، والمرأة تجد فرص عمل أكثر لأن لها حقوق. صحيح. يعني هي تتعلم مثل مواطنة الشباب، مثل لها مثل راتب، لها طموح، لها مستقبل، لها لا إلى آخره. ممكن يجيك واحد يقول لك يا أخي لها هي من يصرف عليها وإلى آخره. التوازن هذا كيف نخلقه؟ نعم، أولا أعتقد أنه ثقافة النظرة أيضا للمرأة يجب أن تتغير، بمعنى أنه إحنا كما أنه لدينا رهاب من التغيير، لدينا أيضا رهاب من المرأة منذ الصغر. تمام. كيف يعني؟ كيف؟ أنا أتوقع أنه لو كانت مدارسنا يعني تدرس الأطفال أوكي إلى سن مثلا ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي، اللي يدرسون في المدارس حتى الذكور نساء، ربما هذا أسهم في تقديم نظرة أكثر احتراما وأكثر ودا للمرأة، بدل ما احنا نكون يعني نلقي بنظرة متوحشة للمرأة ونحاول نعزلها. الطفل يكبر هو يحترم المرأة، ليست المرأة فقط هي أمك، وإنما هي يعني العنصر المحيط بك. الآن وصلت عضو شورى يعني، وهذه النقطة قبل ما يحدث التغيير وتصل إلى يعني إلى مجلس الشورى، انظر إلى الضجيج الذي كان يعني يحدث، الآن ما عاد نسمع الحمد لله مثل هذا الضجيج. بالعكس، هي مساهمتها إيجابية، حتضيف بحقوق المرأة ووظائف المرأة وكل حقوقها إلى آخره، وغير مسألة المرأة يمكن أوسع بعد وأوسع، وإن شاء الله يعني الفترة القادمة ربما نشهد يعني امرأة تدخل مجلس الوزراء. راح على الزمن، نحتاج الزمن. أنا أعتقد أنه مسألة وقت، لا هي إذا كنا بننتظر الوقت ما حينتظرنا. يجب أن احنا ندرك الشيء هذا. احنا دائما نراهن على الزمن أنه سيحل مشاكلنا، ربما الزمن يمر ومشاكلنا تتفاقم، وهذه مشكلة. لكن يعني في نقطة، يعني أنا أعترض لك على النقطة، أنه خليني أقول أنه أن تأتي شوي شوي أحسن من يأتي سريع ثم تفشل، لكن خليها تأتي بهدوء واستيعاب وتقبل. لن يرضى الجميع، ما في حد يقبل 100%، خلنا نقول الأغلبية، وهذا يحتاج إلى الوقت والتدريج. الاستعجال في هالنقاط يمكن يأتي بأثر عكسي ولا لا؟ أنا أعتقد أنه يعني هذه يعني كلامك على ما تمه، لكن وجهة النظر هذه ممكن تكون صحيحة قبل 30 سنة. تمام. الآن الزمن تغير والناس تفتحوا يعني متغيرات يعني الظروف والمحيطة يعني بنا ما يمكنها أنها والله تنتظر. مستعجل أنت بندر؟ أنا ماني مستعجل، لا أنا ماني مستعجل، بالعكس أنا أعتقد أننا متأخرين. يعني لو تناظر مثلا قبل 5 سنوات اليوم أحسن، قبل 10 سنوات يعني كل ما تمشي مع الزمن تجد أنه يعني اليوم أحسن من أمس وبكرة أحسن من اليوم. أنا صدقا أنا لا أرى يعني ما أشوف نفسي مستعجل، أنا أشوف نفسي متأخر.
أنا أشوف نفسي متأخر. ليش؟ لأنه بما تم لكن صانع قرار يرى زوايا كثيرة أكثر من ما في شك ما في شك يعني أنت أنا أحترم زاويتين ثلاث لكن هو لا لا بالعكس يمكن يرى عشر زوايا. أنا أحترم النقطة هذه وأحترم أنه ربما يعني يرى ما لا نرى. لكن أيضا عندما تنظر إلى الإمكانيات اللي نملكها كبلد إمكانيات بشرية إمكانيات طبيعية إمكانيات مالية تمام، وعندما تنظر لغيرك أقل منك بكل هذه الإمكانيات وكيف أنهم تجاوزوا الزمن بخطوات أسرع يجب أن تعترف أنك أنت متأخر عنهم. لكن ما هي قياس مادي ولا هي قياس حتى بشري، هي ثقافة ومنتلتيز وتعليم وإلى آخر، هذا ما تغيره بقرار صعب. ما تغير الأفكار لا يمكن والقناعات نعم. والتعليم وإلى آخره هذا شيء ترسب يعني له زمن طويل وعقود، ما تقدر تغيرها فجأة. ما في شيء واحد منغلق تبغى يصير منفتح، لا طبعاً صعب دي أكيد. لكن أنت تقدر تشتغل على هالتغيير من الآن، لكن يعني لو تبي المستشفى بسنتين تخلصه أكيد ما في شكل. لكن البشر أصعب تغيير هو التغيير الذي تعامل مع البشر، لأنك أنت تحتاج إلى تعديل سلوكيات وتغيير عقليات تمام. فهذا تغيير صعب جدا، يعني زي ما تفضلت أنه بناء تقدر تبني في خلال سنة تبني ملعب كرة قدم تبني مستشفى قضيت. لكن تتعامل مع بشر وتغير عقلياتهم تحتاج وقت، تحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم، تحتاج إلى دور الإعلام تحتاج إلى دور الأسر وتحتاج أيضا دور الجهات الرقابية يعني في كل هذا. أعطيك على سبيل المثال، أنت هل تستطيع بين ليلة وضحاها أن تصدر قرار لتعديل الفوضى المرورية الموجودة عندنا؟ مستحيل، تحتاج إلى سنوات إلى أن يتغير السلوك المروري عندنا في السعودية بحيث يكون السائق أكثر وعيا مروريا وأكثر انضباطا. طيب خلينا نغير شوي بندر، يمكن أخذنا الموضوع بشكل موسع جدا. غياب الإبداع في الإدارة، يعني المبدعين ما نجدهم موجودين في الإدارة، ليه؟ يعني أولا قبل يعني قبل أيام مرت ذكرى رحيل الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه. يعني 15 أغسطس الدكتور غازي القصيبي يمثل لنا رمز في الإبداع الإداري، وعندما ننظر من حولنا نجد قليلة من المبدعين في الإدارة عندنا في السعودية وحتى في العالم العربي. الكثير منهم الأنماط الإدارية الموجودة عندنا متحفظة كثير ولا ترغب بأخذ المخاطرة taking risk. فبالتالي تجد أنهم ينزع إلى التقليدية وينزع إلى البيروقراطية ويحاول الحفاظ على هذا الكرسي أكثر مما يحاول أنه يقدم إنجازات. يمكن يشعر إذا تغير سيغير وإذا أبقى كل شيء على ما هو سيبقى. ممكن كذا نظرية يعني؟ ربما هذه المعادلة اللي هم يعني يمشون عليها، ولكن ليست بالضرورة طيب معادلة صحيح. صحيحة. أنت تريد أن تضيف قيمة لنفسك، لأنه هذا الكرسي ستجلس عليه أنت وسيجلس عليه من هم قبلك من هم بعدك يعني. بالتالي كيف تميز نفسك إذا لم تقدم إنجازات ومبادرات يمكن أنها أيضا تقترن باسمك. فإحنا للأسف كل الفشل اللي موجود في مؤسساتنا الحكومية نقول جزء منها وأيضا بعض المؤسسات أو الشركات الخاصة قصورها الإداري يعود بسبب عدم وجود الإبداع. الشركات العربية بشكل عام أيضا يغيب عنها الإبداع. قلة قليلة من هذه الشركات نجد أن عندها إدارة للأبحاث والتطوير تكون تركز على مسألة ابتكار وتوليد أفكار جديدة ومنتجات أو خدمات جديدة. يعني للأسف أن العالم العربي كل تركيزنا وإبداعنا في تقديم منتجات لها علاقة بالأكل. طيب يعني غير كذا ما تشوف أي إبداع يعني. طيب توقف مع فاصل ومع الأكل فاصل. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارنا مع الأستاذ بندر بن عبد العزيز الضبعان وهو كاتب بجريدة الصحيفة الاقتصادية، كاتب طبعا اقتصادي ومتخصص في الموارد البشرية ومستشار في الموارد البشرية. في تقارير تطلع من وزارة التخطيط ويمكن طرحت في الصحف، إنتاجية الموظف الحكومي تقارب الساعة
خلينا نقول ساعتين عشان ما يمكن نزيد أو تنقص قليل. إيش السبب إنه إنتاجية الموظف الحكومي متدنية؟ رغم إنه إحنا مثلاً يعني الموظف ياخذ راتبه كاملا، يمكن ما في تشدد في عمليه التوظيف، في عمليه الرقابه، المحاسبه زي القطاع الخاص، يشعر بالامان اكثر مع انه يمكن انتاجيته اقل. صحيح. هالثقافه هذه انه وظيفه الحكوميه مريحه، ما تعتقد بندر انها يعني تسهم في زياده البطاله بسبب أنه لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص ويتجهون إلى العمل الحكومي ويصرون عليه؟ صحيح. رغم محدودية الفرص في القطاع الحكومي. نعم. أولا أنا يعني أشبه العمل في القطاع الحكومي بالضمان الاجتماعي. يعني أنت تريد أن تبحث عن وظيفة تقدم لك الأمان الوظيفي، ولا تطلب منك إنتاجية ولا تطلب منك أهداف. يعني تدني إنتاجية الموظف الحكومي سببها الرئيسي غياب الرقابة وغياب الحوافز التي تسهم في رفع الإنتاجية. كذا وكذا يعني. أي نعم. يجب أنه قبل أنت ما تقدم العصا أيضا تقدم الجزرة. تمام. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أنت لا شك أنه في مبدعين وموظفين متفوقين ومتميزين في القطاع الحكومي، ولكن للأسف البيئة العمل اللي موجودة عندهم بيئة عمل مسمومة لا تساعدهم إطلاقا على الإبداع ولا التمييز، وبالتالي في نهاية المطاف يتساوى الموظف المتميز مع غير المتميز. في النهاية أنت ماشي على سلم وظائف، هو ماشي بالأقدمية، ربما هو أقدم منك بيكون راتبه أعلى. تمام. وبالتالي ما فيه أي تقدير أو دعم لهالموظف المتميز. ربما عفوا نستثني الهيئات الحكومية لأن لها وضع يعني مختلف تماما. كيف نطور هالشيء عشان ما ناخذ بشو بالنقي، كيف نطور نطلع من هالإطار هذا، نطور الموظف الحكومي نخليه منتج إيجابي ممتاز مرتاح يقدم يعمل، كيف؟ أنا أقول لك كيف. إحنا عندنا الآن مؤسسات عامة وعندنا هيئات. جميل. هذه الهيئات والمؤسسات العامة تفوقت على الوزارات. يعني البنت أوكي تفوقت على الأم. فإحنا نطالب الأم أنها أيضا تقتدي بالبنت وليس العكس. نطالب نفس البيئة اللي وفرناها لهذه الهيئات والمؤسسات العامة، منحناها استقلالية إدارية ومالية. تمام. وبالتالي أصبح عندها القدرة أنها تدير الموارد البشرية بمعزل عن الخدمة المدنية وبيروقراطيتها ولوائحها وأنظمتها. بالتالي احنا يجب ايضا احنا نسير على نفس النهج، نتخلص من نظام الخدمة المدنية وكل لوائحها، نتخلص منه انه احنا يجب انه يتخذ قرار اوكي انه نوحد المسارات. احنا عندنا ازدواجية، عندنا في القطاع العام نسير على نظام الخدمة المدنية، القطاع الخاص نسير على نظام العمل، هنا عندك نظام تقاعد، هناك عندك نظام تأمينة اجتماعية، عندك وزارة خدمة مدنية، وزارة عمل، مؤسسة تقاعد، مؤسسة تأمينة اجتماعية، معهد الإدارة، صندوق الموارد البشرية. هالازدواجية هذه خلقت أيضا مشاكل كثيرة، وحدت أيضا من مسألة الهجرة، هجرة الموظفين من القطاع الحكومي أو القطاع العام إلى القطاع الخاص والعكس. وحد كل هذه المسائل. الآن الهيئات والمؤسسات العامة تلتزم بنظام العمل. تمام. وأيضا بنظام التأمينات. فلماذا لا نعمم هذه التجربة ونتخلص من نظام الخدمة المدنية ونتخلص من نظام التقاعد، وبالتالي يكون عندنا نظام العمل يشمل القطاع العام ويشمل القطاع الخاص، وعندنا نظام التأمينات الاجتماعية تشمل القطاع العام وتشمل يعني القطاع الخاص. هذه أعتقد هذه في من وجهة نظري بتكون أكبر عملية تغيير تحدث في السعودية لو حدثت فعلا، وحتحل كثير من الاختلالات اللي موجودة في سوق العمل. الازدواجية هذه الموجودة أعتقد لم يكن لها أي مبرر إطلاقا. لكن بندر عشان يصير فيه اختلاف، أنا أعتقد موجود في كل دول العالم العمل في القطاع الخاص غير الحكومي، ما اختلفنا يعني، لكن كمكافآت وكعائد مادي يختلف. يعني مدير بنك ممكن يأخذ قرار الآن بإغلاق فرع وفتح فرع، بتوظيف فلان، إضافة منتج، إغلاق منتج، قرارات سريعة.
ممتاز. أوكي. ممتاز. ويتحمل مخاطرها ويتحمل كل شيء. النجاح حقق الأهداف وحقق عوائد ضخمة، والفشل ممكن في اختلاف في ميكانيكية العمل يعني. إحنا ما حنصل. ما يمكن أنا أمزج بين هذه وهذه. لا ما نمزج. إحنا ما نطالب بالمزج. إحنا على مسألة operations التشغيل كل يعني يسير على يعني العمليات والتشغيل الخاص بطبيعة عمل المنشأة والغرض اللي أنشأت منه. لكن إحنا نتكلم إنه إحنا مشكلتنا في التشريعات. التشريعات هذه هي اللي خلقت هالبيئة يعني التي تعاني من انفصام وازدواجية. لماذا لا تكون التشريعات موحدة وتنطبق على هنا وتنطبق على هناك، على القطاع العام والقطاع الخاص؟ لماذا هذا الفصل اللي موجود عندنا يكفي يعني فصل موجود على يعني تبغى شو التقاعد والتأمين تمزجهم؟ تمزج أيضا، تمزج النظام فقط، أيضا تمزج المؤسستين، تمزج الصندوقين، مزج اسم ولا كل نظام من جوا منفصل ولا شلون؟ لا لا لا، تمزجهم مزج كامل. طبعا ربما المرحلة الأولى قد يكون تكون حساباتهم منفصلة إلى أن تصل مرحلة ويكون في دمج واحد، يكون عندك صندوق واحد للتقاعد. تمام. أيضا لو لاحظت أنه كل لكن يختلف شروط عمل هنا والعوائد. لا، لما تكون أنت تكون عندك نظام واحد، يكون عندك نظام عمل واحد، يكون عندك نظام تأمينات واحد ينطبق هنا وينطبق هناك. طبعا هي يبغى لها مثلا خلينا أضرب لك مثال التأمين الطبي مثلا. وظائف الحكومية المدنية غالبا معلمين وغيره وغيره ما في تأمين طبي. ممتاز. في التأمينات الاجتماعية إلزامي التأمين الطبي. التأمين الطبي يختلف الشروط هنا عن هنا. فما أنا خليني أوحد الأشياء الظاهرية الباينة كلها وبعدين أقدر أفكر في مسألة طبعا الدمج هذه تتكلم عنها. ممتاز. لكن وش اللي يمنع ايضا قدم التامين الطبي للقطاع الحكومي؟ هذا موضوع ثاني عادي. احنا ما نبغى ندخل في تفصيل ثاني، لكن خلنا على الواقع الحالي الان. ما يمكن امزج مع شيء يعني مو متوازنين عشان امزجهم يعني. انا مو متساويين. نعم. انا يعني طرحت خطه في احد مقالاتي في الاقتصاديه، خطه متدرجه لعملية الدمج، دمج النظامين ودمج الوزارتين ودمج المؤسستين، وأيضا دمج لأنه كل التأمينات والتقاعد كل واحدة منها عندها شركة استثمارية أيضا تدمج. أوكي. ويكون عندنا يعني عندنا توحيد هالتشريعات والأنظمة اللي المعنية. سيظل في اختلافات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا شيء طبيعي جدا. ولكن التشريعات، انت المواطن لما نتكلم عن مواطن، حقوق مواطن، هو يعني في النهاية يظل واحد سواء عمل في القطاع العام او في القطاع الخاص. يعني لانه في القطاع، هل لان الخدمة المدنية صاحب العمل هو الحكومة وهناك صاحب العمل يعني فرد او منشأة؟ في القطاع الخاص فالامر يختلف. يعني يفترض أنك أنت تقدم له الحقوق والواجبات بشكل عادل ومتساوي هنا سواء عمل في القطاع العام أو عمل في القطاع الخاص. فبالتالي الاختلافات لو وجدت فستكون اختلافات طبيعية. طبيعي جدا لن يكون الدمج في قرار وجرة قلم وبين ليلة وضحاها. لابد يكون أيضا القرار متدرج. طيب. يعني في خطة متدرجة لتنفيذ هذا الدمج. طيب، كيف نوجد فرص عمل للمرأة بشكل متوازن يستطيع أن يستوعب هذه الأعداد الضخمة الموجودة اللي لا تجد عمل؟ طيب، أنا في وجهة نظري إحنا ندخل إلى عالم الإنترنت، أوكي، وننظر إلى مثلا مشروعات اللي موجودة في إنستغرام، سواء المشروعات اللي المشروعات نسائية أتكلم، تجد يعني شتى الأنشطة اللي موجودة اللي يعني ما يمكنك تعرفها إلا عن طريق موقع مثل إنستغرام. إعداد حلويات، تحضير مأكولات، ملابس، عطور في جميع الأنشطة. لماذا استطاع إنستغرام أن يستضيف هذه المشروعات بعيدا عن التعقيدات الحكومية؟ لماذا لا تستطيع مثلا وزارة العمل؟ نعم، سجل التجارة الحين مع الوزير الجديد ما شاء الله أونلاين تأخذها يمكن. أونلاين. وأنا الحقيقة يعني أريد أضيف نقطة وأقترح مقترح، أنه لماذا لا، بحكم أنه يعني ما شاء الله الدكتور توفيق الربيعة معني كثير بتقنية المعلومات وإحداث التغيير، لماذا لا تقوم وزارة التجارة والصناعة بمنح شيء يسمى سجل تجاري إلكتروني؟ أوكي.
لا ايضا لا يجب انه نطرح شروط على هذه المشروعات التي تعمل من داخل المنزل، ولكن نعطيها نوع من الصبغه الرسميه بحيث انها نفس صاحبة المشروع تطمن وتعمل وتتطور، ممكن تكون تنشئ شركة. أوكي. تكون نشأت مثل الأنشطة أو الشركات الكبرى اللي في أمريكا، جوجل وفيسبوك وتويتر كلها خرجت من كراج سيارة كان يعمل من منزله وطورها إلى وصارت شركة. كراجات هذه فيها سر فيها هي مكان للتجلي يعني ربما، لكن يجب أنه إحنا نقدم لهم تسهيلات مثل زي السجل الإلكتروني، سجل تجاري إلكتروني بدون شروط بدون قيود، نساعدهم ندعمهم بالتمويل. هيئة الاستثمار أيضا لو دخلت في هذا الموضوع ربما يكون لها جانب في دعم هؤلاء الشباب. يجب أن أيضا نغير الثقافة أنه أنا بدل ما أكون والله موظف أنا ممكن أكون صاحب عمل، ممكن أخلق أيضا فرص عمل لغيري. هذه النقطة، وفي فترة من الزمان كانوا سعوديين بهذا بالعقلية، جتنا الطفرة وغيرت كثير من تفكيرنا. كان السعودي فعلا هو يميل كثيرا إلى التجارة ويميل بشكل مكثف إلى خلق أعمال حرة، ولا يعني يستكين إلى يعني وظيفة حكومية ربما تأتي أو لا تأتي. يجب أن نغير هذا النمط، أنه إحنا بدلا من أن ننتظر أو ينتظر الشاب فرصة عمل، تعال خذ تمويل خذ دعم نساعدك، لن نفرض عليك شروط قاسية أو متطلبات صعبة، مارس مشروعك ومارس عملك بشكل. ليش بندر لاحظ أنه المرأة أكثر دقة أكثر التزام بالعمل وتمسك في العمل، يمكن يعني الدوران أقل كثير من الرجل عندها، ليه؟ أنا أعتقد أنه إذا هو صحيح على حسب الدراسة اللي هي يعني وجهة نظر صحيحة. المرأة أكثر تحملا للمسؤولية من بعض الشباب، والبرهان على ذلك أنها تلتزم بالعمل طالما أنها تستطيع أن تأتي من وإلى العمل. مشكلة المرأة السعودية عندنا ليست إيجاد فرصة عمل، ولكن إيجاد وسيلة النقل لهذا العمل. إذا توفرت ستجد أكثر موظفينك التزاما هم العنصر النسائي، راتب مجزي وراتب يعني يتناسب مع، يعني على الأقل ما تصرف على السواق والسيارة لو توفرت وسيلة النقل. هي مشكلة المرأة السعودية لو توفرت وسيلة النقل سواء بالسماح لها بالقيادة أو بتوفير وسائل نقل يعني عامة، بدلا من أنها تصرف ربما أكثر من نصف راتبها على وسيلة النقل، ستجد أيضا إقبال أكثر من النساء السعوديات على الدخول إلى سوق العمل. طيب بخصوص الآن طبعا مقارنات، احنا دائما نسوي مقارنة في ألمانيا في اليابان في مدري وين ونجي نقارن هنا. ليش المقارنات دائما من خلال عدم تساوي الظروف؟ احنا نقارن مع شيء لا يساوينا بالظروف. صحيح. خلينا نقول مثل ألمانيا مثل اليابان لهم مئات سنة 120 سنة وهم يشتغلون في الصناعة، ثقافة تختلف إلى آخره. يعني دائما نلوم نفسنا بشكل غير منطقي في مسألة المقارنة، هل هذا صحيح ولا لا؟ ولا لازم نقارن مع هذولا؟ هو يعتمد على جوانب المقارنة، ربما أحيانا جوانب المقارنة تكون، خلينا نقول صناعة وجدية العمل كمثال. أعتقد إذا هنا ربما تكون المقارنة غير عادلة. تمام. أولا لاختلاف نوعية التعليم، لاختلاف الثقافة، لاختلاف عوامل كثيرة ستؤدي إلى تغير حاد في النتيجة. يعني الآن الشاب الأمريكي لا يمكن أن نقارنه بالشاب السعودي. الشاب الأمريكي ممكن يقضي 4 سنوات يعمل في ستاربكس أو يعمل في مطعم، تمام، لكي يسدد الرسوم الدراسية. الشاب السعودي يصرف على نفسه. الشاب السعودي الدولة تقدم له مكافأة، تعطيه يعني أشبه بالراتب، تمام، فقط لكي يدرس، تمام، ومع ذلك يتخرج وهو يعني ربما لا يحمل كل الرضا أمام الفرص المتاحة أمامه. شد الشد شوي، شد من أي ناحية؟ يكون أكثر جدية.
على الشاب نفسه الشبابي طبعا انه يصير اكثر يعني جاهزيه، خلينا نقول سوق العمل بدل ما نقول جديه، اكثر استعدادا للعمل بدلا من انه يكون مرتكن على التعليم بمكافاه ودخول اي كليه، المهم يفكر بشهاده وبس. بالضبط. لا، ينظر لمساله انه اي تخصص يتجه، اي عمل ممكن متاح، اكثر فرص الى اخره. انا اعتقد انه لابد انه نزيد فرص التدريب التعاوني. اتمنى انه لو تكون اخر سنه بدل مقررات ربما لا تسمن ولا تغني من جوع، انه تتيح للسنه الاخيره انه يشتغل، اوكي، ما يشتغل بس فتره الصيف او يشتغل ثلاث شهور، يشتغل يعني فتره تتجاوز ست اشهر في جهه معينه تثبت جديته، لانه انت هنا لا تستفيد من ناحيه التدريب كمهارات ومعارف، انت ايضا تخلق لنفسك اللي انا اللي اسميها الواسطه الحلال. شلون يعني؟ انت الان اذا عملت في جهه معينه وانت طالب جامعي، عملت في اخر سنه تمام في جهه معينه تدريب تعاوني، تمام، اكتسبت خبره واكتسبت مهارات، ايضا اكتسبت شبكه من الزملاء الذين سيساعدونك بطريقة أو بأخرى للحصول على وظيفة. هذه واسطة أنا أسميها واسطة حلال، تمام. لا تبحث عن واسطة الإيجابية والسلبية يعني. لا، هذا من حقك، لأنك أنت تزيد النتوركينج، تزيد قاعدة المعارف عندك، وهذا شيء يعني ما في ضرر ولا ضرار على أحد يعني. بالتالي أنت إذا عملت في أكثر من جهة تستطيع أنت تعرف نفسك للآخرين. الآخرين إذا جربوك فترة معينة يثقون بك، تمام، لأنه اعتادوا عليك، استطاعوا أنهم فعلا يعتمدون عليك في مشروعات معينة، في أعمال، فهذه تساعدك أنك أنت فعلا تصل إلى مرحلة معينة من الجدية والالتزام. يجب أن نكثف الجوانب العملية عندنا في جامعاتنا، في الكليات، ونقلل الجوانب النظرية. جزء من التكثيف لهذه الجوانب العملية أنه إحنا نعرضهم، نرميهم في سوق العمل، يتدربون، يكتسبون خبرة، تمام، يتعرضون أخطاء، هذا شيء طبيعي، لكن في النهاية بتكون الفائدة لهذا الطالب. هل الشهادة هي عائق عن العمل فعلا؟ بمعنى انه مثلا واحد يقول كله تخصص مثلا غير مجدي، جغرافيا وتاريخ وعلم نفس والى اخره، هل هذا يعتبر حاجز حقيقي، ولا مفروض انه يكون اعادة تأهيله، تدريب على اعمال اخرى، تقديم نوع من التدريب؟ لانه كثير منهم يقول لك انا هذا تخصصي ويلتزم، وكان الشهادة هي رخصة عمل، ومو صحيح. صحيح، لكن سوق العمل الشهادة مهمة، الشهادة تعطيك معرفة، تمام. احنا للأسف كثير من الطلاب لا يركز على هالمعرفة، يركز على الشهادة، تمام. هذه نقطة. سوق العمل لا يكفيه انك انت تحمل شهادة، ربما تعكس هذه المعرفة وربما ما تعكسها احيانا. صحيح. تمام، سوق العمل يحتاج الى مهارات في اتخاذ القرارات، مهارات في حل المشكلات، مهارات في التواصل مع العملاء. وين في عندنا في جامعاتنا مادة معينة أو يعني مقرر يستطيع أنه يعطيك مهارات تتعامل مع العملاء؟ ما في. كثير الكثير من المهارات غير موجودة يعني. في السؤال الأخير بندر، هل إحنا نسير في اتجاه صحيح في خفض البطالة قبل ما أختم الحوار؟ أنا أعتقد أنه إن شاء الله نحن نسير في هذا الاتجاه، رغم أن الخطى تعترضها بعض الصعوبات. شكرا لك بندر الضبعان على هذا الحوار وهذه المعلومة. شكرا لك. العفو. شكرا مشاهدي الكرام، ايضا شكرا لمتابعتكم. السلامة.